أعلنت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على شاب ليلة الأربعاء هرب من مستشفى الأمراض العقلية ليهدد الناس بارتكاب هجوم داخل مركز فيس بارك التجاري بمدينة بريمن. المشتبه به من جنسية جزائرية في 19 من العمر قبض عليه بعد ساعات من هروبه من المستشفى بعد تدخل قوات الشرطة التي قامت بإخلاء المركز التجاري كلية. مصالح إعلامية محلية تحدثت عن حالة كبيرة من الذعر والهلع لدى الناس. ألمانيا تعرف توترا كبيرا بسبب تعرضها لاعتداءين متتاليين في ظرف 10 أيام تبناهما تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية نفذهما لاجئان سوريان. كما قام الجمعة الماضية شاب ألماني من أصل إيراني بقتل 9 أشخاص قبل أن ينتحر داخل مركز تجاري في ميونيخ جنوب البلاد. صحيفة زودوتش زايتونغ الألمانية أفادت الأربعاء أنه تم العثور على بيان للمعتدي الذي كان على اتصال مع أشخاص آخرين عبر شبكة الإنترنت. الجالية المسلمة بميونيخ تجمعت الأربعاء أمام موقع الاعتداء للترحم على أرواح الضحايا الذين كان من بينهم عدد من المسلمين. وفي اليوم ذاته بعيدا عن ألمانيا في قرية أراتوس في اليونان شيعت جنازة مراهق مسلم في 17 من العمر قتل في اعتداء ميونيخ.